ينضم إلينا عبر الهاتف للحديث حول مزيد من التفاصيل في الواقع الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة من اسطنبول. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. محاولات لتهدئة مقاتلات الاحتلال تستهدف مواقع الفلسطينية شرقية خان يونس، كيف تقرأ سلوك جيش الاحتلال منذ بداية الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أن الاحتلال يواجه أزمة مع قطاع غزة، هو بين خيارين فيها، بين التسليم بمطالب قطاع غزة وهي رفع الحصار وتهدئة طويلة الأمد، وبين الاستمرار في التوتر ومزيد من الصواريخ استمرارا إلى أو امتدادا للحالة التي يعيشها مع قطاع غزة، والتي قد تتطور إلى حرب طاحنة سيصل في نتيجتها إلى نفس النقطة، وهي أن قطاع غزة محاصر ومدمر وبحاجة إلى رفع الحصار عنه. هذا الاحتلال لا يستطيع حتى هذه اللحظة، سواء الجيش أو القيادة السياسية، لا يستطيع حتى الآن الإقرار بهذا الواقع وضرورة الوصول لاتفاق نهائي ينهي هذه الحالة وهذا المأزق، وبالتالي هو يناور لكسب الوقت حتى تجري الانتخابات ويذهب ربما إلى اتفاق بعد الانتخابات. كيف ترى نتائج مفاوضات الوفد المصري بهذا السياق؟ أرى أنها تحقق تقدم، ولكن يبدو أنه تقدم بطيء، ويبدو أن الجانب الإسرائيلي ما زال غير جاهز لمثل هذا الاتفاق، والدليل على أن الأمور تنفجر كل يوم والآخر. يعني في خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة أطلقت صواريخ، وأكثر من مرة حصلت اشتباكات وإطلاق نار متبادل، مما يدلل على أن ما زال الجانب الإسرائيلي غير جاهز لتوقيع اتفاق، وأن الوساطة المصرية تستطيع التهدئة وإخفاض اللهب، لكنها لم تستطع إطفاء الحريق حتى هذه اللحظة. إذن عمل الوفد المصري منصب على قطاع غزة؟ نعم، الوفد المصري يبذل كل الجهود لإطفاء الحريق وليس لخفض اللهب فقط، ولكنه لم ينجح في هذه اللحظة بإطفاء الحريق وإنما بخفض اللهب. لم يستطع أن يتوصل إلى اتفاقية طويلة، اتفاقية ثابتة مستقرة، وإنما هو يبذل جهود، هذه الجهود منعت حرب ومنعت صدام شامل و حرب واسعة، لكنها لم تصل إلى التهدئة المطلوبة حتى هذه اللحظة. بماذا تفسر اعتقال قوات الاحتلال اليوم ل11 فلسطينيا في الضفة، في مناطق في الضفة؟ إذا نظرنا إلى الجدول اليومي للاعتقالات لدى الاحتلال، هذا المعدل الطبيعي، يعني يتراوح عدد الاعتقالات من 5 إلى 15 فلسطيني يوميا، يتم اعتقالهم بمعدل 400 إلى 500 معتقل في السنة. هذا المعدل الطبيعي لقوات الاحتلال، يقومون بالاعتقالات من الضفة الغربية يوميا، وتزيد هذه الاعتقالات حسب التوتر الأمني في الضفة الغربية تحديدا، وتنخفض حسب الهدوء، وبالتالي هذا جزء من المعدل الطبيعي ولا يوجد أي تغيير أعتقد في الموضوع. شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين العواودة المختص بشأن الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. شكرا جزيلا لك.